قائمة. يعني قرار الوزير يتخذه وقتما يشاء، لكن بالنسبة لنا احنا الانتخابات ما زالت سارية وقائمة. احنا عندنا بكرة بداية انتخابات نادي هوليليدو، وفعلا وارجنا اجرينا انتخابات في الفترة السابقة. وقت ما يطلع قرار من الوزير بندرسه وبننفذه، يعني احنا دورنا تنفيذيين لقرارات الوزير. لكن رأينا الشخصي انا حابب ان الانتخابات تتم، لان ده في استقرار للأندية نفسها. في حسابات تانية تخص الدولة، زي إيقاف نشاط تجميد مصر دوليا في الأنشطة، سواء على المستوى الفيفا أو على المستوى الأولمبي. ده طبعا مرفوض وغير مقبول، لازم تتحل المشاكل دي مع الأطراف المتسببة فيها. لو تم إلغاء الانتخابات الوضع هيبقى إيه؟ ما ده هيبقى واضح في القرار، هل هيبقى مد المجالس الإدارات زي ما حصل قبل كده، ولا هل هيبقى تأجيل مش الغاء لفتره معينه. كل الكلام ده الوزير يعمله، لكن هو دلوقتي بيقعد بيعمل اجتماعات مستمره مع اللجنه الاولمبيه ومع مجلس اداره الاهلي المرشحين. الامر واضح وصريح من اللجنه الاولمبيه الدوليه ومن الفيفا ومن الاتحادات الدوليه، ان لو اجريت الانتخابات على هذا القانون او على هذه اللائحه هيتم ايقاف مصر دوليا. بس هو بقى يدرسه واحنا هننفذ اللي هيقوله. انا حابب ان احنا نستكمل الانتخابات، وما يخص الاتفاقات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم يتم التفاوض في أسباب إيقافهم للنشاط وحلها. يعني حتى لو اضطرينا إن احنا نأجل بعض الأندية اللي فيها مشكلة خاصة بالموضوع ده، هي دي اللي ترجع فقط. لكن نادي هوليليدو بيتعمل بكرة، إيه المشكلة؟ نادي المصري بكرة، الترسانة يوم الجمعة الجاي، الكلام ده كله. والناس اللي هتكسب دي هتعمل معاه ايه؟ يعني الناس دي ما اصبح ليها موقف قانوني على قانون مازال ساري. يعني ده الناس لازم تبقى فاهماه.